إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الأوفياء لقناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر متتبعين الأوفياء من مدينة العرائش مع البطاوي. إذن متتبعين الأوفياء، كنتمنى أنكم تكونوا مزيان وعلى ما يرام في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. أتمنى متتبعين الأوفياء أنكم تكونوا مزيان وعلى ما يرام، وكنتمنى أنكم تشاركونا في هذا الموضوع ديال اليوم. إذا متتبعين الأوفياء، ارتفاع مخيف عدد الإصابات والوفيات في كورونا، وأكيد أن الناس اللي ما ملتزمينش وما عملوش الوقاية أكيد هم السبب ديال الارتفاع ديال عدد الإصابات وعدد الوفيات. بطبيعة الحال الارتفاع مهول، ارتفاع كارثي للأسف الشديد بكل المقاييس، ارتفاع صاروخي متتبعين الأوفياء. كان المغرب كيسجل تقريبا 2000 حالة، وكنا كنقولوا راه العدد كارتفع ولكن نقدروا نتغلبوا على الفيروس، ولكن للأسف الشديد عدد الإصابات زاد ولا رقم كارثي بكل المقاييس. وصل العدد اليوم 6195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. إذا الحصيلة كترتفع للأسف الشديد متابعين الأوفياء، حصيلة كارثية بكل المقاييس، حصيلة أكثر من كارثية، نقدروا نقولوا بأن الرقم كارثي بكل المقاييس. 6195 إصابة رقم، وكيتحدث عن نفسه رقم أول رقم على ما أعتقد متابعين الأوفياء تسجل 6195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وبهذا متتبعين الأوفياء كيرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 276821 حالة منذ بداية الوباء. وكذلك للأسف الشديد متتبعين الأوفياء، كما عدد الإصابات كترتفع كذلك عدد الوفيات للأسف الشديد. الله يرحم ضحايا كوفيد 19، 64 حالة وفاة، 64 ضحية من ضحايا ديال كورونا. إذا نحاولوا أننا متتبعين الأوفياء نقراو التعليقات ديال المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في، ومن بعد نكملوا على الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو ارتفاع مخيف عدد الإصابات والوفيات كورونا، والناس اللي ما كديرش الكمامة أو ما كتلتزمش وما كتعملش النظافة أكيد هم السبب من أسباب ديال ارتفاع المهول ديال كورونا. إذا مرحبا لولوطا، لولوطا مرحبا، تحياتي، مرحبا بك أختي رابية، مرحبا بك. رابا مرحبا، الشرقي الله يديهم بطبيعة الحال. نبيل مرحبا بك، رشيد تحياتي، مرحبا أختي لولو طي سمية بحال هداك، وداد وداد مرحبا، اللهم ارفع عنا هذا الوباء واشفي كل مرضى وارحم موتانا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. هناء مرحبا، وتحياتي للمتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. كنتمنى أكيد متتبعين الأوفياء أننا نكون على ما يرام، والله يبعد علينا هذا الوباء. قولوا آمين في هذه الليلة المباركة، قولوا آمين متتبعين الأوفياء، الله يبعد علينا هذا الوباء في هذه الليلة المباركة، الليلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهي ليلة الجمعة. إذا تحياتي، وغادي نكملوا الموضوع ديالنا متتبعين الأوفياء. كما قلت بأن عدد الإصابات كترتفع وكذلك عدد الوفيات، 64 حالة وفاة، 64 ضحية من ضحايا كوفيد 19، وبهذا ارتفع مجموع الوفيات إلى 4570 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. إذا المتتبعين الأوفياء ما تمشيوش بعيد، أكيد أننا غادي نعطيكم
التفاصيل ديال كل مدينة، شحال عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات. أي واحد بغى أنا نعطيه الحصيلة ديال المدينة ديالو، ما عليه إلا يكتبنا في التفاصيل في التعليقات المدينة اللي كينتمي ليها، وحنا غادي نعطيوه المدينة وعدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات. إذا أنا للأسف الشديد كنتمناو باش الناس ترد البال وتكون على بال، ما فيها باس الإنسان يعمل الاحتياطات اللازمة، وخاصة أن عدد الإصابات كترتفع وكذلك عدد الوفيات. إذا من جهة طنجة، جهة الدار البيضاء سبطات، غادي نبداو جهة الدار البيضاء سبطات اللي حصيلة كترتفع بها 2387 و19 حالة الوفاة. إذا الأخ طريق قلنا القنيطرة، مدينة القنيطرة خيدي لي مدينة القنيطرة، 430 إصابة جديدة فيروس كورونا وثلاثة الحالات ديال الوفاة. إذا إخوان المتتبعين ديالنا الأوفياء لقناة شوف تيفي، كنتمنى أن المدينة اللي نقولوها ما نوليوش نعاودوها. يعني دابا حنا قلنا مدينة القنيطرة، ما غاديش نوليو نعاودو مدينة القنيطرة. إذا مدينة القنيطرة كتسجل عدد مرتفع للأسف الشديد، 430 إصابة بمدينة القنيطرة وثلاثة الحالات ديال الوفيات. إذا من بعد القنيطرة رجعوا لمدينة طنجة، طنجة 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 أصيلة 187 إصابة. شيشاوة، شيشاوة خي ديالي نمشيو لشيشاوة أكيد نشوفوا المدينة ديال شيشاوة شحال شلت ديال عدد الإصابات. شيشاوة شيشاوة، شيشاوة خاي 8 ديال الإصابات، 8 الإصابات بمدينة شيشاوة. قنيطرة بالنسبة للناس ديال قنيطرة قلنا لكم شحال من حالة. نمشيو لمدينة العرائش، راميس أمين، خي أمين مرحبا بك، نعطيو الناس ديال العرائش، الناس ديال العرايش عدد الإصابات اليوم كانت مرتفعة. الناس ديال العرايش للأسف الشديد 39 إصابة بمدينة العرائش وحالة وفاة. بالنسبة للناس ديال العرائش والناس ديال القصر الكبير تقريبا حصيلة كيف كيف، لأن مدينة القصر الكبير تابع لإقليم العرائش. إذا سيدي بن نور، نمشيو لمدينة سيدي بن نور، سيدي بن نور الحصيلة سيدي بن نور، سيدي بن نور خاي ديالي، سيدي بن نور سي بو شعيب، سيدي بن نور 13 إصابة، 13 إصابة. حنان، حنان قاتلنا مراكش، أكيد مشيو نمشيو لمراكش، مراكش 257 إصابة وحالة وفاة. تطوان، تطوان تطوان يا تطوان، تطوان في الجهة الشمالية، في تطوان أكيد متتبعين الأوفياء. أنا نعطيو الناس ديال تطوان الحصيلة، الحصيلة ديال تطوان 63 إصابة وحالة وفاة. مرحبا خاي ديالي، مرحبا بالناس ديال وجدة، حنا راه الإشارة في أي وقت متتبعين الأوفياء. إذا كما قلت للأسف الشديد فالحصيلة اليومية كترتفع متتبعينا بأرقام كارثية وأرقام فاقت كل التوقعات. 6195 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، و64 حالة وفاة للأسف الشديد. عدد الإصابات كترتفع وهذا ما كيدعي للقلق متبعين الأوفياء، هذا ما يدعو للقلق للأسف الشديد. إذا متبعين الأوفياء كتم فيها بس الإنسان يعمل الاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية من فيروس خويا كورونا. إذا كنتمناو من المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط كذلك في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا متابعينا الأوفياء كنتمنى أننا كنا وصلنا لكم رسالة، وكنتمنى أنكم تشاركوا معنا في هذا الموضوع. شنو هو
ارتفاع مخيف في عدد الإصابات والوفيات بكورونا. والناس أكيد الناس اللي ما كديرش الكمامة وما كتعملش الاحتياطات اللازمة أكيد هما السبب متتبعين الأوفياء. إذا نحاول أننا نقرأ التعليقات ديال المتتبعين الأوفياء في هذا اليوم المبارك. الله ينوركم أكيد، والله يبعد علينا هذا الوباء هذا في الليلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لا وهي ليلة الجمعة. إذا مراكش عطينا حقناها، تطوان كذلك وقناها، أنا الوطني من وجدان أنت من عائلتي. مرحبا خاي، مرحبا، إحنا كامل بينا مسلمين وكامل بينا خوت. أنا من مدينة العرائش، سيدي سليمان الغرب، سيدي سليمان أكيد نمشيو للناس ديال سيدي سليمان. سيدي سليمان شوفوا سيدي سليمان، سيدي سليمان 4 ديال الإصابات. الحمد لله، كنتمنى أن الناس ديال سيدي سليمان يبقاو محافظين على هذا الرقم، ويهود اللي ما لا يهود الرقم. أمين أمين. واش القصر الكبير والعريش؟ بطبيعة الحال خي أمين، مي كنقولو العريش بحال اللي كنقولو القصر الكبير فهما إقليم واحد، وكنوجهو تحية للناس ديال القصر الكبير والناس ديال مدينة العريش. ترقيست 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 شمن الجهة؟ ترقيست ترقيست إذا تنغيوزا كورا نشوفو ترقيست. ما عنديش أخا، حيت ما نقلب عليها الصويرة. الصويرة أكيد أننا نشوفو الصويرة. الصويرة 21 إصابة اكيد. اغلب اكيد الاخت ملكه كتقول الله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء يا رب العالمين. ان شاء الله امين. اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله. اذا انا متتبعين الاوفياء، كنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يبعد علينا هذا الوباء هذا، وبخصوص متتبعين الاوفياء ديال خصوص ديال التلقيح، وما أدراك بالتلقيح اللي عطى انطلاقه ديالو صاحب الجلاله، انطلاقه الفعليه ديال التلقيح بكورونا. والحمد لله اللي غادي يلقاو حصاد ليه كبير، واننا ان شاء الله غادي نرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه في اقرب الاوقات متتبعين الاوفياء كما قال صاحب الجلاله، وعطى الانطلاقه ديالو الفعاله من اجل التلقيح. ان شاء الله غادي يرجعوا، واكيد من بعد التلقيح اللي غادي يعملوه وغادي يبداو بالاطباء ومن الاول اكيد، واننا ان شاء الله مستعدين باش نعملوا هذا التلقيح باش نرجعوا للحياه الطبيعيه في اقرب الاوقات متتبعين الاوفياء. اذا متتبعين الاوفياء، ارتفاع مخيف في عدد الاصابات وكذلك عدد الوفيات بكورونا، والناس اللي ما كديرش الكمامه وما كتعملش وما كتلتزمش اكيد هما السبب في هذا الارتفاع المهول. اذا كنتمنى منكم ان كنتمنى من المتتبعين الاوفياء انهم يشاركونا في التعليقات في هذا الموضوع اللي اختاريناه اليوم. اذا كنتمنى ان الرساله ديالنا تكون وصلت للمتتبعين الاوفياء، وما فيها بس انسان يعمل الاحتياطات اللازمه ويلتزم بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا شكرا للمتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في، ليلة سعيدة وجمعة مباركة. ما تنساوش أنكم تكثروا من الدعاء في ليلة الجمعة. اللهم رفع عنا الداء والوباء، أنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم بعد عنا هذا الوباء وهذا الداء، إن شاء الله رجعوا الحياة الطبيعية ديالنا
ونعيش كسائر الأيام في أقرب الأوقات إن شاء الله متتبعين الأوفياء. إذا شكرا للمتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في، وتحياتي للمتتبعين الأوفياء وليلة سعيدة.